وقف الشريط في وضع ثابت. دلوقتي نقدر نفحص المنظر، مفيش ولا تفصيلة غابت، وكل شيء بيقوله بيعبر. يا قرص شمس ملوش قبة سما، يا ورد من غير أرض شاب ولما، يا أي معنى جميل سمعنا عليه، الخلق ليه عايشين حياة مؤلمة؟ ايش تطلبي يا نفسي فوق كل ده؟ حظك بيضحك وانتي متنكده. ردت قالتلي النفس، قول للبشر ما يبصوليش بعيون حزينه كده. خلي المكان دي يرجع المشهد، عايز اشوف نفسي زمان وانا شاب ومش عاجبني جن او انسان. المكان دي هو مفيش، عيش طول ما فيك أنفاس تعيش. قال المكان دي بلوم ولا مكلوم، قال المكان دي وشريط شغال، ملكش تسأل سؤال. انظر وشوف الحق لما نهان، انظر وشوف الآن، بكرة بقى امبارح في حضن زمان، وبعد بكرة فوق همومك فات.